حطيت ميك اب النهارده؟ مش قلنا بلاش ميك اب عشان انت شكلك من غير ميك اب احلى؟ مش كتير يعني. لا 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 ليه ليه؟ ما انت كان شكلك حلو من غير انت حاطه باودر؟ لا لا ده كريم الشمس. لا 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 معلش انا هبقى اوريه لك. هما جوه ضحكوا عليكي وحطوا لك باودر كريم الشمس والله وحتى حاجات في خدودك. والله كريم الشمس. طب المره الجايه تيجي غسله وشك. ماشي. شكلك من غير ميك اب احلى بكتير وكل المشاهدين قالوا لك كده. ماشي. بتعنيتي مع مين؟ ماشي. مش ممكن. انت بتعمل ازاي؟ عليها وشوش. ايوه وشوش تعبيريه. اعمليها كده؟ امال ايه اللي هي؟ لا ما ينفعش اقول لك كده. تعالي يمينك شويه عشان الحنفيه طالعه من وراك كده شكلها وحش وهزعق لياسين عشان يلا. ازيك؟ ازيك يا شريف؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ما هذا؟ لا لا قولي لنا ده الاول. ده ايه ده؟ ده فطاير اللحم بصوص الزبده. فطاير اللحم بصوص الزبده. اوكي وايه ده؟ وده سويسرول بال يعني اللي هو الملفوف ده بالجبنه القريش. حلو ده. حلو ها؟ حلو عامل زي بوش دنوال. طب عايزه تبتدي بايه؟ نبتدي بالحادق. بالحادق المقادير. طيب فطاير اللحم بصوص الزبده. العجينه كوبايه لبن وكوبايه زبادي صغيره ومعلقتين كبار عسل ابيض، معلقه كبيره خميره ونص معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره ثوم مفروم، و3 ونص كوبايات دقيق. الحشو بقى بتاعي كوبايتين لحمه مفرومه وبصلتين مفرومين، ملح وفلفل، ومكعبات جبنه، اي جبنه انتوا عايزينها. الصوص بقى اللي هرش عليه العجينه بعد ما تتعمل عباره عن 3 معالق زبده، نص كوبايه زيت، معلقتين دقيق، وصفار بيضه. بس خلص انا موافق. هيا بينا نطبخ. يا الله. طيب نعمل العجينه الاول. نعجن العجينه الاول. ايه بقى؟ نعمل ايه؟ هنحط دايما لما نعمل العجينه نبتدي بالسوائل الاول اللي هي كلها؟ اللبن كله؟ اللبن كله والزبادي كله. اللبن كله والزبادي كله. اها. والخميره كلها؟ والعسل الابيض. والعسل الابيض. اهو. وبعدين خلاص هندور بقى. استنى بس ناخد العسل كله عشان العسل ده حاجه حلوه. اشمعنى عسل ابيض؟ بيدي طعم حلو قوي للعجينه. حط الثوم. والثوم بيدي وطعم. بيدي طعم ولون كده صح؟ وبيخليها مسكره ومقرمشه من بره. ملح. ملح. يلا ودور. خلاص حطينا كل المقادير. مش فاضل بس غير الدقيق. سيبيها وقت تدور نفسها شويه. نحط ممكن كوبايه دقيق بس دلوقتي. وهي شغاله كده. كوبايه دقيق وهنسيبها لمده 5 دقائق لغايه اما العجينه الاولى دي تختمر، وبعدين هنضيف بعد كده بقيه الدقيق. خلاص نقفل. خلاص هنضيف بقى. خلاص حبه حبه. لا هنضيف بقى حبه حبه. دي حبه حبه. يعني اول الاول اضفت كوبايه دقيق وسبت شويه 5 دقائق كده بس لغايه اما اتنفخت شويه، عرفت ان الخميره بتاعتي سليمه، ابتديت اضيف بقيه الدقيق. احنا حطينا ملح مش كده؟ تمام. العجينه سهله خالص. الوصفه سهله. الوصفه سهله. الوصفه هي. وبعدين تاني حاجه بقى نبتدي. لا ثانيه بس ما نخلص هنا الاول حاجه حبه مش ما نلخبطش الناس. هي المفروض ايه؟ تلم ولا تلم وتبقى ملزقه. بس هتلم من الجنان. خدت كله مقدار مظبوط. انت عايزاها؟ اوكي. المقدار كده مظبوط. هي المفروض ان هي تلم من الاجناب بس برضو بتبقى ملزقه شويه نفس الشكل ده. هي بص لمت من الاجناب ولسه ستيل شويه هتبقى ملزقه. هنسيبها نغطيها ونسيبها تختمر. هي ما تحطش بقيه الدقيق ده؟ لا خلاص كده تمام. هنسيبها بقى تختمر لمده. بس اوريهم شكلها. وريني بقى شكلها. بص ملزقه ملزقه شويه بس وطريه بس لمت برده معايا من الاجناب.
اوكي هنسيبها تستريح. هسيبها ترتاح بقى. هنسيبها تستريح قد ايه؟ لمده نص ساعه، وبعدين نبتدي نشتغل بيها. نص ساعه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل دلوقتي اللحمه اللي هي الحشوه. اوكي سيبي لي بس الحاجات كلها، انا هظبط لك الدنيا بحالها. اللحمه هي لحمه ايه؟ مفرومه؟ لحمه مفرومه. اللحمه بتاعتنا مفرومه. يلا حط لنا بقى انت حاجه هنا حضرتك. حط لنا الحاجه. هنحط اللحم، البصل واللحمه. يلا بصل ولحمه وملح وفلفل. بصل ولحمه وملح وفلفل. وممكن تحطوا لو عايزين اي نوع بهارات طبعا عندكم بتحبوه. يلا ممكن يتضاف. خلاص كده هندور وتتكون عندنا ونلفها. عايزاها تتخلط، ما تتحطلهاش بقسماط؟ لا ممكن لو حد عايز يحط بقسماط. ممكن احط برغل؟ ممكن. بعدين خلاص كده. في حاجه ثانيه هتحط؟ لا خلاص. دي مكعبات جبنه. الجبنه دي في جبنه في السوق مخصوصه بتتباع في علب مكتوب عليها جبنه شيدر، فانواع يعني شركات كتيره قوي. الجبنه دي ما بتسحش جوه الحاجه، يعني الجبنه دي بتفضل ماسكه نفسها، بتفضل متماسكه وكده. دي اللي استعملتها جوه كده. خدت حته لحمه وحشيت الحشوه بتاعتي. وايوه هحط بس نقطة زيت هنا. تمام. في ناس ما بتسويهاش، يعني بتشتغل بيها على طول جوه العجينة. أنا بحب أسوي اللحم والفراخ قبل ما أحطها في العجينة. أنا كمان. يعني إن شاء الله تاخد لون. بالظبط كده. مش تستوي سوى كامل. يعني إن شاء الله فعلا تاخد لون، بس ما نسيبش يعني ما نحطش اللحمه جوه العجينه كده، الدم ينزل. خلاص كده تشميعه وخلاص. بالظبط كده. انت عايزه اربعه؟ ممكن تحطي جواها الجبنه. بحط جواها الجبنه وبقفلها، وممكن كمان تسيبوها في الثلاجه شويه. يعني نعمل القصه دي ونسيبها في الثلاجه حبه. ممكن نحط معاها بقدونس؟ ممكن نحط اللي احنا عايزينه، اي حاجه احنا عايزينها هنعملها. طيب بعد كده دي لما هتتشوح التشويحه دي هتطلع بالمنظر ده اللي هو اللي ورا ده. فين؟ في اتنين انا عاملهم كده. والله انا كنت هطلع لك دول. اوكي ما هو ما اقدرش اشتغل بيها سخنه. لازم تبرد. اوكي طب نسويها. ماشي خلاص. خلاص كده هنعمل بقى الصوص بتاعنا. ثانيه واحده. الصوص ده اللي هحطه على وش العجينه. اتفضلي. انت قلتي للناس. قلتي للناس الصوص. قلته للناس. يلا العجينه. طيب العجينه بتاعتي بقى هقسمها حسب العدد اللي انا هعمله. 20 او 16 زي ما اقسمه. وهعمل بقى زي ما انا هعمل دلوقتي كده. هجيب العجينه وكور اللحمه، هقسم العجينه كور وهسيبها ترتاح، وبعدين هفردها كويس واحط كوره اللحمه اللي احنا عملناها، وهقفل ومش هخلي العجينه تتكوم تحت. يعني يا دوب تبقى رقيقه جدا من فوق، والعجين عايزاه يبقى فوق مش تحت. ممكن بس الصينيه. أي صينية؟ الصينية بقى بتاعتي دي. خلاص. أهو. دي سخنت قوي، أحط هنا إيه؟ هعمل الصوص. اللي هو إيه؟ الصوص بتاعي بقى اللي أنا هعمله اللي هو الزبدة. ونص كوباية زيت. نص كوباية زيت عليها؟ أيوة. ده كمية. وايه؟ و ايوه هحط الدقيق، معلقتين دقيق،
شيله بقى من على النار وقلب كويس زي البشاميل. ايوه بس ايوه الكلاكيع كلها عايزاها تروح. ثانية واحدة ثانية واحدة. هتحطي ايه بعد كده؟ هنحط البيضة اللي هي صفار البيضة. صفار بيضة بس. ايوه بس قلب بقى بسرعة عشان ما تتجمدش. هو ده الصوص بتاعي اللي هسقي بيه العجينة. ايه ده غريب قوي. مش متخيلها. حلو؟ بعت لك حاجة على الانستجرام شفتها؟ تعمليها لنا. حاضر. خلاص اتقلب بقى كويس. ده مش عايزة فيه أي كلاكيع برضه ها؟ بتقلبه بس كويس لغاية ما بقاش فيه كلاكيع. خلاص بقى بتوزعه على احطه هنا؟ وايه الزعتر ده فوقيه؟ ده مش دي أي حاجة بقى عندك دقة دقة دي دقة يعني بتاعت الشوام. مش ما هو المفروض يتوزع على كل واحدة شوية. والله أنا ماشي معلش معلش ما يجراش حاجة. هناخد بقى الفرشة ممكن ونوزعه؟ ونوزعه. المفروض ان يعني بحط على كل شويه كده بحيث ان هو يبقى كله عليه ال نشتقوني. ماشي بوظتها لك. لا معلش ما يجراش حاجه. ما انا خلاص شرحت ولا يجرى حاجه. احط بقى زعتر؟ هنرش بقى عليه الدقه زعتر سمسم اللي انتوا عايزينه يعني. وبتخش الفرن 30 ل 35 دقيقة أو لغاية ما الوش بتاعنا يحمر. هتطلع وروهالنا بقى شكلها بقى. هتطلع بقى زي كده بتبقى مقرمشة جدا من بره. بتقعد قد إيه في الفرن؟ وطريقة 35 دقيقة من 30 ل 35 بتطلع طرية ومقرمشة وجميلة خالص خالص خالص. أشكرك. بهذه المناسبة هسمعك كوبلي من أغنية لكوكب الشرق الست أم كلثوم والأغنية هي دارت الأيام. هنسمع كوبلي بصوت نجاة المهدي ونرجع لكم بعد كده مع أميرة نعمل سويس رول. خليكم على سماحته. مزيكا What?
قبل الفصل عملنا صنف حادق حلو جدا. فطيره ولا كيكه ولا اسمها ايه؟ لا فطيره. فطيره فطيره بصوص الزبده. مختلفه مختلفه. دلوقتي ايه ده بقى؟ ده سويس رول بجبنه القريش. بس طعمه خرافي. هو انت عمرك عملت حاجه وحشه؟ ما ينفعش تبقيش معايا اصلا. قولي لنا المقادير. سويس رول بالكريمه والجبنه. للكيك نص كيلو بودرة كيك اسفنجي، 6 بيضات، نص كوباية مية، كوباية الا ربع زيت، نص كوباية كاكاو. للحشو نص كوباية كريمة لباني بودرة، كوباية جبنة قريش، نص كوباية لبن، ونص كوباية سكر، ونص معلقة صغيرة فانيليا. اوكي، في حاجة ثانية؟ لا خلاص كده تمام. يلا نشتغل يا اولاد. الكيك ده كيك جاهز بيتجاب من عند العطار او من عند بتوع الحاجات الحلوه. نص كيلو كيكه اسفنجيه. نص كيلو كيكه اسفنجيه. نص كيلو دقيق كيكه اسفنجيه. بودره. نص كيلو ايه؟ بودره. نص كيلو بودره كيكه اسفنجيه. بودره. نحطها كلها هنا؟ دي مقدارها في كل حته، من عند العطار، من عند اي حاجه. 6 بيضات ونص كوبايه ميه، وبنضربها لغايه اما حجمها بيبقى 4 اضعاف. 4 اضعاف. نص كوبايه ميه بس. شكرا. اضرب بقى. الزيت بحطه في الاخر خالص، المفروض الطبيعي بتاعها انه ما بيتحطلهاش زيت لو احنا عايزينها تبقى كيكه اسفنجيه، لكن انا عايزاها تبقى شويه زي الانجليش كيك يعني. ايه الفرق؟ ما انا مش فاهم الفرق. انه دي كيكه تقيله ودي كيكه خفيفه. الانجليش كيك دي الكيكه الانجليزيه. تقيله. التقيله. الثانيه ايه؟ لا اسفنجيه خفيفه. اسفنجيه ما فيهاش دهون. خلاص بقى بتضربها. بتضربها. بتضرب لمده 10 دقائق او 8 دقائق. الحجم بتاعها بيتضاعف، بيبقى لازم اوريكم القوام. هنقعد 10 دقائق. لا ممكن نخليها بس يعني 5 دقائق. ولا 5 دقائق. طيب عبال ما نضرب دي هنعمل حاجه ثانيه، هنعمل حشو. يلا. ده احنا كميه اجهزه هنستخدمها. مشكله في الصوت، هنسيبها شويه. ابعدوا عشان اميره ما تزعلش. هنحط ايه هنا؟ ثانيه واحده بس اعمل حاجه. انا اسف يا عجان. سوري يا عجان. هي ابتدت تتضاعف فعلا. نحط ايه بقى ده؟ دي الجبنه. معاها سكر، نص كوبايه سكر. ومعاها النص كوبايه بودره كريمه لباني. كريم شانتيه مكتوب عليها. كريم شانتيه؟ كريم شانتيه او كريمه لباني. أوكي. مكتوب عليها ده او بره. في حاجه تانية؟ نص كوبايه لبن. مين؟ نص كوبايه لبن. يلا نص كوبايه لبن. شكرا. هتتضرب بقى ضربه مبرحه لغايه اما تبقى كريمه. تبقى كريمي؟ هتبقى كريمي كده. محتاجه لبن اكتر من كده؟ لا، هي نص كوبايه عليها نص كوبايه. بصي ناشفه ازاي؟ هتسلك. ده هي كده، والسويس رول هيشرب بقى كل السوائل اللي فيها ويبقى طعمه يجنن. الفكره بقى انه عامه الناس بتعمل الكريمه دي تقيله كده بالجبنه الكريمي. خلاص. حلوة؟ اوكي. طيب هنشوف اللي عمال يتضرب وعامل لنا ازعاج ده ايه؟ بعد كده اهو عمل اللي انا بقول لك عليه. ما قعدش 10 دقايق ولا حاجة. ده بصوا نفش ازاي؟ ما عشان ايه؟ بصوا نفش ازاي؟ اتملت، البتاع اتملت لفوق. كفاية كده ولا خلاص؟ كفاية كده؟ كفاية؟ اقفل بقى. خلاص. هنحط له ايه بقى؟ بص بقى عامل زي المارينج. نحط له ايه؟ انا غلطت. طيب خلاص، لا ما يجراش حاجة. قولي عايزة ايه بس؟ عايزة بولة كبيرة. طب سي 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 سي. هاخد نصه، نص الخليط ده هغليه في البولة الكبيرة. المفروض تحطه هنا.
ماشي. نص الخليط عشان يبقى نص شوكولاته ونصه مش شوكولاته. اوكي ثانيه واحده ما تعملش اي حاجه، اديني وقتي اعمل لك كل حاجه من غير ما نوسخ اي حاجه. اهو هناخد، هاخد نصه هحطه في البوله دي. اها بقى حلو قوي. خلاص ده نصه، والنص التاني تمام بس كده كفايه. النص بقى اللي معاك ده هنحط عليه الكاكاو ونضربه. شكرا. ونخلطه. بعدين هنجيب صينيه هندهنها زيت. صينيه دي اشرحي الصينيه دي فيها ايه؟ 35 في 40. لا عليها ورق زبده، ورق فويل وورق زبده. ليه؟ علشان مش عايزاها تتحرق. طب بتبقى درجه حراره الفرن عاليه شويه حوالي 180، فبخاف على الكيكه بتاعتي ان هي تتحرق وما تستويش. فبطنطها بورق فويل وعليه ورق زبده، وحطيت هنا زيت و الكريمه دي هوزعها. الموضوع بس بيحتاج شويه وقت. نسينا نحط الزيت. الزيت بقى هنحط هنا شويه. هترش زيت ما في مش في الاول، مش في الاول، في الاخر خالص بعد ما بتتضرب. طب وهنا هنحط برضو هنا شويه اهو، وانت قلبها بقى على ما انا اوزع الكيك الغامق. طب ايه فايده الزيت ده؟ الزيت بيخلي العجينه بتاعت الكيكه تلمع بقى. لا مش بتلمع، طعمها جوسي كده، مش ناشفه، مش مقلحفه كده. مقلحفه مش زي اللحاف كده. لا احنا ناخد طريقة على موضوع القلحفه. وانا احط فوقيها ده؟ بس بقى يعني لازم اوزع ده كويس وبعدين اوزع ده كويس. هعمل كده واوزع، وبعدين هوزع بقى اللي معاك ده بالراحه جدا عشان بيعمل طبقتين. هو مش المفروض هنسيبه يتجمد شويه ولا عادي؟ لا لا بس هو الموضوع عايز شويه اريحيه يعني. اريحيه الحفره كده. يلا استخدمت لك مصطلحات رهيبه النهارده. بص استنى، وزع بالراحة. ايوه وزع عشان اعرف ويوزع بس. يلا نجيب، اخدي يمين وشمال. طيب ماشي، اديني بقى، خد انت المعلقة دي واديني انا المعلقة دي. يلا خلاص بعد كده اهو بوزعه بالراحة خالص وبغطيه بحيث الاسود ده ما يبانش. طبعا هو المفروض وانا بفرغه بالراحة بحيث ان انا اغطي على الاسود ده خالص. ماشي. بصي دي استوت كده، اطلعها من الفرن. لو وشها غمق تبقى استوت. زي ما انتوا ما تتحركوش بالكاميرا. اهو دي الحاجه الاولانيه عملناها استوت. يلا. بوز. خلاص. اها. وبعدين هجيب شوكه او سكينه وات ايفر بقى، اهو سكينه هنقول. وهنعمل ايه بقى؟ هنعمل كده عشان كده. تبقى ايه يعني؟ عشان تعمل شكل من جوه. ليها شكل من جوه يعني. كده بنمشي بقى كده لتحت، وبعدين كده. ماشي، بتعمل شكل كده من جوه حلو قوي. خلاص وبندخلها الفرن على درجه حراره 170 180. 170 انت حطيتي ده؟ امال ده ايه؟ ده الكريمه. بتحط على الوش بقى وبتطلع من الفرن. طب قصه بقى بتطلع من الفرن وبعدين ازاي لفتيها كده؟ اول ما بتطلع من الفرن بغطيها وهي دافيه وبسيبها 5 دقائق 10 دقايق بس تبقى دافيه.
وبعدين بلفها كمان بالراحه جدا عشان ما تتكسرش. بتلفيها بايه بقى؟ ورقه زبده؟ بلفها لازم تبقى ورق زبده، ولازم عشان كده انا سبتها كده زي ما هي. مش سهله برضه. هي لازم تلفيها وهي تبقى سقعت ولو هي لسه سخنه؟ لا وهي دافيه. لازم اول لما تطلع اغطيها. بص انا خليت الورق زي ما هو عشان اوري لكم انا عاملاها ازاي، حتى لو اتكسرت ما يجراش حاجه يعني. بص في ورق اهو، ورق بره برضو. بص يا شريف. نعم. تعالى بص بص، شايف من جوه؟ شايف الشكل اللي انا عملته؟ شايف عامل ازاي؟ حلو. ماشي، برافو، برافو عليك. بعدين خلاص. وبعدين بقى ده هحطه جوه الحشوه دي، هحطها جوه. الاسباتيولا. ماشي بالراحه بس خالص. من بره بتحط لها بقى ايه؟ كاكاو؟ ممكن احط لها كاكاو، ممكن ما احطلهاش. ممكن احط فراوله جوه؟ ممكن تحط فراوله، ممكن تحط اناناس، ممكن تحط اللي انت عايزه. يلا افتحها. ماشي. غريب قوي البتاعة دي، واخد بالك؟ الجبنة انا عايزاك تدوقها بقى بعد البرنامج، طعم تحفة. يلا اقفلي. هنغرقها ايه بقى من فوق؟ كاكاو؟ ممكن. لا ممكن ما خلاص سيبها كده زي ما هي. مش مغرقها هناك حاجة؟ لا، اللي فوق دي، اللي تحت فوق واللي فوق تحت. الشوكولاتة هنا العكس. هنا الأبيض فوق بس دي عايزة تتغطى بحاجة شكلها حلو. ماشي. دي مش متغطية بحاجة. والله؟ دي مش متغطية كلها بحاجة. شوكولاتة في شوكولاتة. ممكن. خلاص سيبيها بقى. هاتوا لنا بقى ايه، هاتوا لنا الشكلين، هاتوا لنا الشكل النهائي ليها. اوكي. الشكل النهائي ليها كده. وحكي احكي لنا النهارده عملتي ايه. عاملين فطاير اللحمه بصوص الزبده. وعاملين سويس رول بالجبنه القريش. الله عليكي شاطره يا اميره، شرفتينا ونورتينا. خلينا دلوقتي نسمع من استاذه نجاه. هنسمع دلوقتي اغنيه لنجاه الصغيره اما براوه، وبعديها نرجع لكم مع الاستاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب. خليكم معانا لو سمحتوا.
اخر طرف.